زيك انت ومخ ما عنده. خلينا طيب حلو. كباشي رايك فيه شنو؟ كباشي ده، لا والله كباشي ده تقالوا بس امه نوباويه لكن ابوه من الرقاريق والامقسنه. اها النوباوي منو؟ اي زول بيجي بطلع لك بمخرجات زي ده، بيجي بطلع لك كده بقول لك لا لا والله لا لا ذاته ابوه من كده وامه من كده. يا اخي ابوه من كده ودارينه بس نجيبه. البشير ده ذاته اها ابوه امه فلاتيه وابوه ما عارف ما عارف جعلي ولا كده. اها برضه ما انتوا برضه متخلطين زي ده. ها فوق وتهيد زي ده، شو تبى تطلع لك بمخرج كيف؟ يقول لك لا لا والله فلان ده كده وده. والله يكونكم يسقط جنجويتي يا جنجويت. اسمع الكلام ده كويس، انت كده كده ميت يا جنجويتي، انت كده كده ميت، ما عندك اي حل، تندرج بس تاكل بلي بس، ما عندك اي خيار يا جنجويتي. في قبيله اسمه جنجويت، انا كلمتكم يا جنجويت قلت لكم ارفعوا مننا بس، شيلوا مننا البندقية دي ما تضربوا أهلنا، ما تخلقوا عداوة، لكن والله البلد دي لو بردت على الشمالين قسما بالله بمسحوكم بجداتكم، لأنه جزء منكم ارتكب جرائم كبيرة جدا والسجون فاتحة والله، ويعذبوكم عذاب. طبعا ناس جهاز الأمن والمخابرات عذبوا الناس، يعني حتى دخلوا لهم إعدام في دبورهم، دخلوا لهم قزاز في دبورهم. والله العظيم شفت الشغل الأمر ومر البشير يا جنجويت، والله جايكم بالصف، انتم ما عندكم اي خيار، موتوا بس يا جنجويل، لازم تحرقوا، لازم تموتوا نعم. بعدين الناس اللي بيفرحوا بيجي بقول لك يا اخي كباشي فك اللجام وما فك اللجام، الموضوع ما هنا، دعم سريع كدعم سريع انتهى، دعم سريع انتهى زمان، ما في حاجه اسمها دعم، حرب بتاعت عصابات وحرب حرب قبليه، يعني حرب اهليه قبليه عادي. فيا جنجويل انتبه على حالك، انا لازم ديرك شنو تموت مع الجلابة ده موت زي الموت، تدرش درش صح، ما تخليهم، لانه هم جابوك وهم اللي ورطوك معانا نحن، وهم اللي ادوك سلاح قال لك اقتلنا نحن، ما ترك عليهم تدرش بس، وفي النهاية تندرش ونحن نجيب الشنطة شنطة اندي بايدن ونجي نكشكش للحكم وطوال نشيل هزام دبليو دبليو، كويس نشيل هزام دبليو دبليو، عرفت كلامي؟ فشوف يا جنجويتي سيادتك جابوك ديل ما ترك عليهم تاني، لانه بعد جابوك ورقوك ومشيت في السجاج الاحمر انقلبوا فوق صح؟ هاي ادرج بس. وبالنسبه للشمالين نصيحتي لكم ما ترجعوا الخرطوم، ده نصيحه كده لوجه الله تعالى، انا طبعا داير ادرجكم اعاصركم بس في النهايه ما بنخلي الجنجويتي يستلم السلطه، والجنجويتي هسه قاعد معنا في اللايف ما بنخليه، بس شغالين دبليو دبليو، ونحن عندنا الحزام بتاعت عندنا شنطة اندي بايدن. فشمالي نصيحتي لكم ما ترجعوا الخرطوم، واطلعوا من الجزيرة وامشوا القضارف واشتغلوا في القضارف وازرعوا في القضارف واقعدوا هناك، قسما بالله ما ترجعوا. اسمعوا كلامي ده كويس، لحظة يا جماعة دقيقة واحدة كويس، اسمعوا كلامي ده كويس يا جلابة، ما ترجعوا كويس، اسمعوا كلامي ده كويس، ما ترجعوا يا جماعه، انا بوصيكم ما ترجعوا الخرطوم، الخرطوم ما امنه، والجنجويد ما بطلوا من بيوتكم، اسمعوا كلامي ده كويس، انا الدور الفات وريتكم لكن انت بدك تسمع الكلام، الجنجويد ما برجو ما بطلوا من بيوتكم، لانه لو طلعوا عارفين نفسهم كده كده ميتين تمام. والتعذيب اللي حصل للمواطنين في جوا البيوت والاهانات والذل والحوانه اللي حصل لهم يا زول، الموضوع ده كاكا كله كله مره واحد مر. الدليل يا هدى، امسك الدليل، امسك الدليل، انا جايك 1 باي 1 الليله 1 باي 1، امسك الادله بالشوالات يا جماعه. انا اتكلم عن حادثه حصلت قبل قليل من ميليشيات الدعم السريع المرتزقه، يعني بجد حزينه، في مجموعه من الشباب قاعدين في بيت فاضي في مبدل السبيل، وهم برشدوا ميليشيات الدعم السريع المرتزقة الخونة على البيوت الفاضية وعلى البيوت اللي فيها نساء وعلى البيوت اللي فيها معلش يا جماعة، وبيرشدوهم وبيستلموا منهم قروش. للأسف الشديد يعني وصفوا لهم بيت، والبيت يعني أم مع ثلاثة بنات وأخوانهم صغار في السن، وهم ربهم جدهم أبوهم متوفي،
بكل يعني بكل الحزن انه خشوا ميليشيات الدعم السريع على اليهود الكفار، خشوا اول حاجه قتلوا الجد الكبير، وهم طلعوا من في الحادثه لان امه مركب لها انبوبه بتاعت معده ومتابعين في مركز قريب للبيت، عشان كده يعني ما طلعوا من الحي. قتلوا الجد الكبير وطلعوا الانبوبه يعني بكل عنف من الام، واعتداء جنسي على الام. البنات اثنين خشوا في خور يعني مجرى الصرف بتاع صرف صحي، والثالثه البيت الثالثه الكبيره اعتدوا عليها جنسيا. والبنات الاثنين في الصرف الصحي يعني واحده ربنا يرحمها ويغفر لها توفت، والثانيه مغميه عسي حاليا في مستشفى النو بثورات كرري. ان شاء الله ربنا يقومها بالسلامه والعافيه. انه يعني هذا يعني احداث يعني شيء مؤسف بصراحه، شيء مؤسف جدا يعني شيء مؤسف يعني لدرجه انه قتلوا الجد يمكن حوالي كم 80 سنه، الجد الكبير قتلوه يعني بدون اي سبب بدون اي ذنب، واعتدوا على الام جنسيا وطلعوا منها الانبوبه بتاعت يعني بكل عنف. دل يا دي بشر، دل جاي من هذا كوكب، دل جاي من هذا كوكب. يعني مهما تمسك يعني لو قلت كفار ما يعمل، لو قلت يهود يعني دل جاي من وين دل؟ انا ما عارف يعني بجد حاجه مؤسفه يعني مؤسفه. والاكثر انه مواطنين وارشدوا على البيت وقاعدين معاهم في 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 مبدا السبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بنوي هالمواطنين واتكلمت 100 مرة، الناس اللي اطلعوا الولايات اجوا راجعين لبيوتهم، اجوا راجعين لبيوتهم. أنا اتكلمت في الموضوع ده في الصفحة اللي اتحذرت نهائيا، اتكلمت فيه 100 مرة، إنه الناس تجي راجعة بيوتهم عشان الكلام ده. حسي على المواطنين إنه يعني أي مواطنين من الحي، أي مواطنين من الحي يشوفوا البيوت الفاضية، يتأكدوا إنه البيوت الفاضية اللي قاعد فيها مو يا جماعة عشان ما يعني النساء ما تغتصب، يا جماعة عشان الناس ما يعني ميليشيات الدعم السريع ده ما يكتلوكم ساي. حموا انتوا الشباب في الحي، شوفوا البيوت الفاضية. انتوا الجيش ده يجوا يفتشوكم بيوتكم الفاضية بيت بيت ولا يعمل شنو؟ شوفوا يا مواطنين اطلعوا انتوا شباب الحي، أي شباب في الحي اطلعوا شوفوا البيوت الفاضية في الحي، خشوا شوفوا قاعدين فيها شباب، شوفوا الشباب ده. طيب طيب طيب، أول حاجة أنا في كلمتين ما بتفق معه. قال للناس تعالوا راجين. يجوا راجين وين؟ ده واحد. وقال خشوا البيوت شوفوا الشباب في منو؟ هو لو فيه دعم سريع زول مواطن يخش ما بده طلقة. بقول رهينة يخش كيف؟ وبعدين ذات أنت ما يعني الكلام ذاته ما أنا يتكلم ساكت، يتكلم كلام سوداني بلدي زي ياسي قايل كده. ما نايت من على الكلام كده وبتاع. الزول ده عسكري قبل اليوم، انا جبت له فيديو حبوب الله يرضى عليك انت مارق هذول. انت قال يعني انت دار تكذب الناس يعني؟ ما برهان برضه قال اختصبهم يعني. انت مالك هذول الشمالين ده ما اختصبهم يعني ولا كيف يعني؟ انت حقار ولا شنو هذول يعني؟ انت بتكذب ولا شنو؟ طيب نجيب لك البرهان ذاته، البرهان ذاته ما قال اختصبهم. انت ليه الكلام ده؟ انت ليه ما بيو مثلا الموضوع بتاع الاختصاب ده؟ انت ما بيو ليه يعني مثلا؟ ليه يعني ما بقينا سلمين شوس يعني؟ ما بقينا سمسم يعني؟ كلنا ميتين ابو اهلنا طالع، فانت ليه ناكر الكلام ده؟ انتوا شمالين ليه بس تنكروا الكلام بتاع الاقتصاد ده ليه يعني مثلا؟ انا داير اسالكم سؤال كده مثلا، ليه يعني؟ عيب يعني؟ شايفينه عيب؟ عيب؟ ها؟ طيب البرهان امشوا نطوا في البرهان، قول لي انت تقول الكلام ده كيف يعني؟ هذا البرهان قاله. حرب مدمرة الشعب السوداني مارست فيها هذه المجموعات أفشع أنواع الجرائم، جرائم التي يمكن أن تصنف كجرائم حرب في الخرطوم وفي الجنينة وفي نيالة وفي زالنجي وفي مختلف بقاع السودان. ممارسات طالت كل الشعب السوداني، نهب مواله، نهبت ممتلكاته، انتهكت حرماته، اغتصبت بناته. هذه الممارسات أدمت قلوب الشعب السوداني وأدمت قلوب العالم.
وفي مختلف بقاع السودان ممارسات طالت كل الشعب السوداني، نهب مواله، نهبت ممتلكاته، انتهكت حرماته، اغتصبت بناته. هذه الممارسات ده رئيس جمهورية صح؟ تو حقارين ولا شنو؟ انتوا قبطة ولا شنو يا زول؟ يعني الا انه سواء نجي يطلع لكم فيديو يقول لكم ان احنا اغتصبونا طلعوا ميتين ابو هلا ولا كيف يا جماعة؟ ها؟ لا ايه يعني، يعني مثلا ايه يعني مثلا دي مع حقوق المرأة طيب؟ ها؟ امام الجامع ذاته في يوم صلاة الجمعة ما بقوله الاغتصاب ده، القاضي ذاته ما بقوله اغتصبوك كيف؟ وين؟ والشهود؟ وقبضتوه كيف؟ ايه كيف يعني؟ كده مش اقرا دينك ده ذاته، الله ذاته بيقوله، الله ذاته كاتبه في كتابه ده الاغتصاب ده قديم كاتبه. ايه بكيف يعني؟ شغله بتاعت القروبة الوهميه المزيفه يقول لك انا هذول اشراف، هذول انا هذول انا اخوك ود عمك جاي اغتصب مرتك واختك وحبوبتك. انت ليه حق المراه دي هسي في الاتحاد الاوروبي ده اي واحده اي زول اغتصب خاسره بيخش السجن. بيقتلوا ذاته عديد ذاته. بعدين القاضي لو مشيت سأل البيت بيقول لها انت بتكلم في اضانها كده ولا بتكلم معاها عديد؟ ما القاضي ده لما نجي المدعي والمدعى عليه والمهاميه كويس كلهم يكونوا قاعدين والشهود ورا وفي كنبه ورا في ناس ذاته من برا بيجي بحضر الجلسه خش المحكمه. اها في ناس من برا بيجي بحضر المحكمه، القاضي ده بيوصف سلاح في اضانها ولا بتكلم معاها دي الموضوع بتاع الاغتصاب ده؟ امام الجامع ذاته قاعد يتناول يوم الجمعه قاعدين تدنقروا كده انتوا بتغتشوا من الكلام ده، ما جريمه. انتوا لو رجال كده ما طبيعي امشوا مرقونا يا جماعه دقونا اقتلوهم احرقوهم حريق. الانصراف ذاته يتناول الموضوع ده اجيبه لك يعني مثلا؟ يتناول عديل وقال لك الدود ذاته ماشي منه، ما الدود دود دود عديل الانصراف ذاته اجيبه لك يعني؟ امشي شكل الانصراف هناك قول له الكلام ده ما حصل. كيف تتناوله؟ البرهان ذاته قالوا الكلام ده بقى لك مر، الكلام ده كان في دارفور قاعدين تقولوا كذب كويس؟ طيب جايك انا جايك والله ردمت لكم ردم سيدكم ده ردمت ردم ردم مبارح انا جايك انا يا حلبي كشفوا الحلبي ده انا الحلبي ده كويس؟ الحلبي ده طبعا ده الحلبي ده احنا ما عندنا زول حلبي زي ده فابو حليب ده طبعا جايب كلام بتاع خالد كبير وخالد كبير ركبت لكم وركبت ابو ذاته امس شايف الحلبي ده ويا حلبي هوي امشي مصر هناك احنا ما عندنا زول حلبي زي ده طبعا مبسوطين جدا ما زعلانين من الجنجويت اللي اغتصب امهم وحبوبتهم وركبهم بيشوفهم ما زعلانين منهم لكن زعلان من الزول البجي بقول لهم ده نقل حكم حقكم الحلبي ده طبعا مبسوط زولكم ده هسه خليه يفتح جردل وده يجيبوا لي واحد تاني نركبوا ليكم الدنيا نهار لما نتكيف زول ردمت لي خبطت لي خبط امبارح الناس طوال الليله اتصلوا علي قال لي لا الجربوه ده خليه يا زول ولد يتكلم معه ده احنا بنعرفه كنا قاعدين معه سوا في معسكر اللجوء جاء امريكا كيف وبتاع ده جربوه ساكت جانا ولدوه ولا بس ما تتكلم معه ولا يا كسره تخسر طاقتك معه فات امريكا بعبر المعسكرات الجماعة طوال استلموا لي قال لي ده فلان وفلان الحلبي ده هو يا حلبي انت ابو حلبي انت امشي شوف الحلبة كوين يا زول نحن ما عندنا دور حلبي زي ده في السودان كويس انضربوا هنا انضربوا ولاد الكلب ما دارين نقلع منهم الحكومة يا جنجويتي جنجويتي انتبه انتبه يا جنجويتي اسمع كلامي كويس انت غير القتال ما عندك يا حاجة شمالين ده بكرة لو مسكوا الحكم ده ودينا اول حاجة بينتهوا منك انت نحن خلينا والله بمسوكم بجدادكم ما عندك اي حاجه غير تحشد وتقاتل بس طبعا انت عارف في القتال بتاع الجنجويد ده الجنجويد طبعا هسي ما قاعد يقاتل الجيش بقاتل الجيش 20% بس بيجري بخش البيوت بيطقطق ناس البيوت بيطلع ميتين ابو اهلهم المواطنين بتغطوك انت بدرجوك بدرشوك انت كحكومه انت كعسكري من البزوك بيطلوا ميتين ابو اهلك فالضغط بيكون كثير جدا طبعا عليك انت كحكومه ولا كعسكري تمام فلا لا القضيه قال لي ادمهم ده بحظرهم ليك بس بريحكم يا شباب اصبروا لي بس بريحكم والله بجيهم جيحه جد انا الليله قاعد للحظر فالحربي ده اسمه استنزاف بتاع الحرب
وما في حاجه اسمه قتلنا بجاي 10 وبهناك 100 وبجاي 1000 وبجاي، لا لا لا، الجنجويد ده الا تقتله من منبعه، تقتل الرزيقات والحمر والحبانيه والطائشه والمآليه وال تمسهم بجدادهم كده، معلش حتى تنتهي من الجنجويد، لانه دير القبائل المنحدره منها الجنجويد، ما عندك خيار، دير ما دير الغرابه شيلهم من العسكريه شت، ما دير النوبه امسهم شت، لكنهم طبعا شغالين فرق تسد، فرق تسد ما في ده جنجويد ودا عمك صح؟ وتشيلون الناس يعني شوف دول المواطن اللي قاعد في الخرطوم جنجويدي، والقاعد في الضيان جنجويدي، والقاعد في دارفور جنجويدي، طيب طوالي هنا بلوك بس الحمد لله، الجماري جايك انا جماعه عبد الواحد جايكم بس اصبروا لي اصبروا لي جايكم بس بجايكم تمام؟ الزول القاعد في الضيان جنجويدي، القاعد هناك في كردفان جنجويدي، والقاعد في الجيش جنجويدي، والزول القاعد في الدعم السري جنجويدي، دي تحلها كيف؟ العدالة الاجتماعية هي اللي بتحلها. الحل النموذجي حكومة قومية وطنية. قتل الجنرالات بتاع الجيش وسجون، واحدين يكبون في السجون واحدين يقتلون. دمج الحركات المسلحة في داخل المؤسسة بعد ذاك فترة انتقالية ومحاسبة المجرمين. ده الحل النموذجي. خلاف كده بيكون في حرب بتاعت استنزاف وحرب بتاعت حرب أهلية وحرب بتاع. وأنا رسالتي لك كجنجويتي أدرج بس. عندك اي حل؟ انت الحل النموذجي، قلت لك الجنجويدي ده شر شر وخير، والله العظيم الكلام ده انا اكرره في اللايفات كتير، الجنجويد ده شر شر لانه قتلنا واستخدموه قتلنا، وخير بيحل لنا مشكلتنا. جنجويدي ده قدر ما يدرج زي ده هسي يجيب لي الحركات المسلحه دي جد؟ منو اللي قاعد يدرج حكم الشمال ده هسي؟ منو اللي قرب يسقط حكم الشمال ده؟ ما في جنجويتي بس الله جعل جابوا من هناك ضقلنا رجعنا لهم هنا. جنجويتي هسي ركب حاجة، ركب ثلاثة حاجات في مخه، يا ننتصر قال لك يا نموت، ده نمبر واحد. نمرة اثنين كشفوا انه ارتكبوا جريمة، لو خلوا الحرب ميتين ولو ما خلوا الحرب ميتين، عشان كده بقاتل بس ما عنده أي حل كويس. نمرة ثلاثة مركب شفرة بتاع الدولة 56، يقول لك لازم يسقط دولة 56 دولة الجلابة، يا أخي ده كلام طيب جدا يا كنتينيو، كنتني يا جنجويتي كنتني يا بس ترخي تاكلها، ما ترخي ما عندك حل، انت كده كده ميت، كده كده انت يا جنجويتي ميت. طيب نمشي قدام شويه.